اخوتي السلام عليكم. جيت نقولكم اليوم باللي اول فيديو عندي في لاشين ديال اليوتيوب، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وعمل جيم وتابونا باش دائما يوصلكم الجديد. موضوع ديال هذا الفيديو هذا جيت نوريكم عائلة لحصن خاوي اللي فيها، هي منطقة مهمة، عائلة لحصن معروفة بمنطقة سياحية كيجيو لها سياح من طرف العالم كامل، المهم هي مشهورة وما كاينش اللي ما كيعرفهاش. انا جيت المهم جيت احسن قهوة اللي كتعجبني هنا في عائلة لحصن. المهم بيس خوتي نبداو. اللي باقي ما تابونا يتابونا ويعمل جيم وباش يوصلوا دائما الجديد. المهم الفيديو اللي ما ان شاء الله عندكم شي حاجه احسن من هذه، فهمتي؟ عندكم شي فكره اخرى، المهم اللي عنده شي فكره يحاديها عندنا في الساعه. لاحظونا دابا ماشي بحالنا وغنخدموا هذا الفيديو هذا بشي لقطات واعره من برا القهوه. يدخل في الهواء